قرب تيرنا من السوق الشعبي وسط ناحية بني سعد بمحافظة ديالى شرقي العراق تقع أطلال الخان، أحد أهم المعالم الأثرية والتاريخية للمحافظة، والذي أنشئ قبل 3 قرون بطراز معماري وهندسي مميز ذو طابع إسلامي، لكنه الآن يعاني من الإهمال الحكومي حتى تهدمت أجزاء كبيرة منه ليصبح مرتعا للحيوانات والكلاب السائبة ومكانا لتعاطي الممنوعات. خان بني سعد موقع أثري مهم يقع في ناحية بني سعد، سمي بخان بني سعد تيمنا بقبيلة بني سعد التي كانت تسكن هذه المنطقة، بني قبل 300 سنة في عهد الدولة العثمانية، يستخدم لدار استراحة للحجاج القادمين من باكستان وإيران. معلم من معالم الأثرية في ناحية بني سعد، وسمى على اسم ناحية بني سعد، يعني سمى الخان على ناحية بني سعد. اليوم هذا المعلم وهذا المعلم الأثري، يعني المفروض من دارة الآثار أو مدير الآثار أن يتحركون على هذا المعلم الأثري اللي يخلونه فد واجهة متنفس للخان، يعني نقدر فد نسوي حديقة أو نقدر نسوي فد متنفس تطلع فيه شباب أو اللي يجي زائرا. يعني اليوم أنا من أجي أريد يجيني زائر من منطقة إلى بني سعد، من يقول لي إنه شوفني معالمك ليش تسمى الخان؟ أنا يا سوعيت على الدنيا ليش تسمى خان بني سعد؟ من أجيبه للخان ويشوف كمية الأشجار وكمية اللي إحنا نقول الترطيع اللي يعني بالعامية، كمية القذارة اللي موجودة والحيوانات السائبة، المعلم مندثر، المعلم أي اهتمام ماكو. إدارة ناحية بني سعد طالبت الجهات المختصة بضرورة الاهتمام بهذا المعلم الأثري واستغلاله كوجهة سياحية للمدينة. احنا منا نطالب وزير الآثار، نطالب دائرة آثار ديالى بالاهتمام بهذا المعلم الحضاري، لأنه معلم يرمز أولا إلى ناحية، وإن شاء الله متحولين إلى قضاء بالأشهر القادمة إن شاء الله، يعاني من التشققات، يعاني من الإهمال، يعاني من كل شيء. استغلاله يعني هسه لو يصير شيء سياحي يتحول، عنده فضاء موجود يقدر يصير بمطاعم، يقدر يصير عنده مساحة تقريبا 3 دوانم احنا محاميها من التجاوزات، يقدرون يستغلوها. المنطقة محتاجة إلى مدينة ألعاب، محتاجة إلى مطاعم، إلى منطقة ترفيهية. معلم أثري أصبح ينظر إليه بحسرة وألم، وهو يواجه خطر الاندثار نتيجة ما اعتراه من إهمال وما لحق به من تجاوزات، وعلى الجهات المعنية الاهتمام به لما له من قيمة معنوية واقتصادية لو تم استغلاله بالصورة الصحيحة. لبرنامج يوم جديد، عبد الله الباش، محافظة ديالى.